الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواني الكرام أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقار جديد، أهلا وسهلا بالجميع. أخواني الكرام حنا كنتواجدوا بمدينة سلا، حي السلام، بلاصة يقولا تي برانس الأمير الصغير، دار حرة غتشوفوها مشمشة على الشارع، موقع ممتاز غادي تكتشفوا معنا هاد الدار كاملين. واللي بغى يدير ديالو الزياره ديالو لعيد المكان اهلا وسهلا به ومرحبا بالجميع اللي مهتم. طبعا الثمن غتلقاوه مكتوب على الوصف ديال الفيديو. دائما اخواني الكرام قابل للتفاوض مع صاحب العقار، انا لا اناقش ولا املك. اهلا وسهلا بكم ورمضان مبارك سعيد، نشوفوا الفيديو وربي يجيب الخير. بسم الله على بركه الله. دار اخواني الكرام هي هذه، كما قلنا المساحه ديالها 107، كاين محل كبير هنايا، سمحوا لي راه طول لنا الدار خاويه. هذا بيت هنايا عند الشرجم ديالو كيشوفوا الشارع، وهذه صاله عندها شرجم كبير كتشوف الشارع. اخواني الكرام كما كتشوفوا بلاصه روعه، بتي برنس الامير الصغير. انا دابا انفص معايا لان الشمس كتدخل العشيه كامله. المساحه ديالها كما قلنا اخواني الكرام 107. كاين هنايا حمام، دار خاصها شويه الاصلاح ولكن الموقع ديالها اللي هو جميل. كاين حمام هنايا، وهنا كاين كوزينه، كوزينة كاين بيت واحد اخر هنا عاوتاني. هذا بيت عندو لاكور، شوف لاكور هذا، هنا كاين لاكور. هنا ديال السفلي دار انسان تقريبا خصها شي اصلاحات بزاف، خصها شي حاجه قليله ماشي بزاف، وكل واحد كيدير على حسب الذوق ديالو. هذا حمام هنايا البانيو ديالو، كاين بوسيبيليتي اير بلس 3، واللي بغي بلوس يزيد يبني الفقرة عنده اير بلس 3 هنايا، هي فيها اير بلس 1، ومازال جوج ديال الشقق كلو يزيدو من الفوق بالترخيص ديالهم. الموقع كما كتلاحظوا اخواني الكرام موقع روعة، يعني جا في موقع ممتاز، شمشة، الشمش تبارك الله ممتاز، قريبة جميع المرافق، بلاصة السيارات، مسجد طبعا كاين مسجد، بلاصة بلي فراس، بلاصة معروفة، الدار هي هذي اخواني الكرام كما كتشوفوها، الدار هي هذي، بلاصة فراس، موقع زوين، قريبة جميع المرافق كما كتشوفوا اخواني اخواتي. ومازال احتمال ديال جوج طبقات يكونوا يتبنوا الفوق، جوج ديال الطوابق، هي فيها ار بلس 1، دار خاصها اصلاح قليل ماشي بزاف. وكما نقولوا انسان يدير الزياره ديالو نعي المكان وربي يجيب الخير. منطقه ممتازه هنايا، حي راقي قريبه جميع المرافق كما كتشوفوا اخواني الكرام. هذا هو، انا غادي نودعكم ونقول لكم طبتم اينما كنتم، غفر الله لنا ولكم الى عقار اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الرحيم، اهلا وسهلا بكم اخواني الكرام، عواشكم مبروكه، كل عام وانتم بالف خير، رمضان مبارك سعيد. حنا كنتواجدوا في تي برنس مدينه سلا حي السلام، دار حره اير بلس 1، غادي تشوفوها معنا اخواني الكرام. اهلا وسهلا بكم.